مصر كانت من أكثر الدول بينتشر فيها فيروس سي، وأعتقد أن كلنا فاكرين هذه الأيام، وكلنا فاكرين لحظة من اللحظات من انتشار فيروس سي في مصر كلها. ناس كتير قوي فقدت أحبائها بسبب هذا الفيروس، لكن أطلقنا مبادرة مهمة جدا للقضاء على فيروس سي، والحمد لله تم القضاء نهائيا على فيروس سي، وفي متابعات مستمرة حتى لا يعود الفيروس مرة تانية. ضمن فعاليات 100 يوم صحة تم إطلاق خدمة للكشف عن مرض فيروس سي. من أول يوم محمود حس فيه بتعب راح على طول يكشف في مبادرة فيروس سي، ولما لقوا التحاليل إيجابية ادوله العلاج في ساعتها وطمنونا. الحمد لله اتلحق قبل ما المرض ياخد صحته وفلوسنا. وزارة الصحة بتقدم مبادرات كتير، وفرنا خلالهم أكتر من 142 مليون خدمة صحية لأكتر من 92 مليون مواطن، منها مبادرة القضاء على فيروس سي للكبار وطلاب المدارس. وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة، مصريين كتير استفادوا منها، والدور عليك أنت كمان، انزل اكشف واطمن. وزارة الصحة معاك من أول يوم، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.